السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما غادي نحطو حطينا في العنوان دريديرة أو واد الخرشيف. كاين اللي ما كيعرفش هاد المنطقة ديال واد الخرشيف ولا غير كيسمع بيها، يعني واد الخرشيف كما كتلاحظوا، شوفوا الصورة بعدا. واد الخرشيف هي هاد الخندق الكبيرة اللي كتهبط من اتجاه ديال شراكة، كتجي من جهة، يعني كاين هاد الطريقة دي اللي كتمشي، وضحوا الصورة، كاين هاد الطريقة دي اللي كتمشي في اتجاه ديال البقالي، كاين هاد ولاد بن عدو، وكاين هاد الطريق هادي كيقولوا لها حجرة متراكب. هادي الطريق اللي كتدخل الدوار ديال الدكارة ولاد حمو. كما كتشوفوا هنا كترقى في هاد النقطة هادي بالضبط، كاين دكارة هنا، كاين ولاد حمو وقات لهاد الشهاد. كما كتلاحظوا هذا علاش كيسميوه واد الخرشيف، كان قديم هاد الواد، هذا الخندق هادي اللي كتشوفوها من هنا كان يعني على شكل واد، من شحال هادي كيسميوها الاسم ديال واد الخرشيف. بالنسبة لدوار الدهر، دوار الدهر بقى هنا، أما دوار ترسلت هو فينا، هو كما كتشوفوا الجبل ديال سيدي مسعود، هذا الجبل اللي فوق ورزاق، كاين ورزاق هنايا لتحت مورا هاد الكليه هادي. سد الوحده كذلك هو هذا، يعني هادي كيسموها الدريديره، يعني واد الخرشيف هو هذا، هنا الملتقى ديال واد الخرشيف مع الدريديره. شي اللي كاين، نتمنى تكون المعلومات صحيحه، واللي يتصادف مع هذا الفيديو في المواقع ديال التواصل الاجتماعي ولا في اليوتيوب ولا في المكان، ولاحظ انه كاين شي غلط في المعلومات ولا عنده شي معلومه احسن ولا افضل، يصحح لنا المعلومات. وشكرا لكم. كما قلنا لكم هذا هو الجبل ديال ترسالت، هذا الجبل ديال سيدي مسعود، هذا الجبل ديال العماله اللي فوق ورساك، دوار دكارة بقى هنا، ولاد حمو بقات هنا. هذا اتجاه اللي الشنطة اللي كيجي مع الواد، يعني هذه كل أرض ديال السد، هذه كل أرض ديال السد. السد راه عارف كاين وصل الحد ديالو، كيفوت هاد الحجرة ما كيبانش ربما في الفيديو بزاف، ولكن هاد الشنطة هذا كامل جاي في الأرض ديال السد. الحد ديال السد راه هو هاد الزيتون، هو الصف ديال الزيتون، هو الصف ديال الزيتون، هو الصف ديال الزيتون، كيمشي من هنا كيطلع مع هاد الواد هذا، عاوتاني كيجي هو الحد ديال هاد الزرع هذا اللي كيبان هنا على هاد الشكل هذا. دا كله بلاد ديال السد، كله كيكون عامر بالماء.